أهلا بكم. هل خليجي 25 أزعجت إيران؟ تنظيم بطولة خليجي 25 بكرة القدم أو بطولة كأس الخليج العربي والجارية حاليا في البصرة، إلى أي مدى أزعج أو أزعجت النظام في إيران الذي عمد على مدى أكثر من 19 سنة على تعزيز الهيمنة الإيرانية على العراق الغني بالنفط واستئصاله من عمقه العربي، وادعاء أن دول الخليج تصدر الإرهاب والمفخخات للعراق لخلق جبل حديدي ما بين الشعب العراقي وعمقه التاريخي إخوته العرب والمسلمين. اتحاد كرة القدم الإيراني قدم شكوى إلى الفيفا بسبب استخدام اسم بطولة كأس الخليج العربي، فيما استنكر وزير الرياضة الإيراني حميد رضا سجاد استخدام اسم الخليج العربي على الصفحة الرسمية لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيان إنفانتينو، مع أن الاسم رافق هذه البطولة منذ انطلاقتها في عام 1970. نضع الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على عدة أسئلة، منها: لماذا لا يروق لإيران التقارب العربي العراقي حتى في مجال الرياضة؟ لماذا لا يروق لإيران دخول الاستثمار والمستثمرين العرب من أجل النهضة التنموية والاقتصادية للعراق؟ لماذا تسخر إيران مواقع أو وسائل إعلامها ومواقع التواصل السوشيال ميديا لتسفيه الصرح الرياضي، وأن الأموال التي صرفت عليه تقول بأن الفقراء أحق بها، في حين تشتكي البصرة بالذات من ازدياد معدلات الفقر في ظل الأحزاب المهيمنة والتابعة للنظام المحاصصة والتي تستحوذ على واردات المنافذ الحدودية بالكامل، تستحوذ على واردات النفط وتترك البصرة وسكان البصرة الطيبين يسكنون في العشوائيات ومحرومين من حقوقهم الإنسانية، تستحوذ على جميع واردات البصرة من نفط وإلى آخره. ما مدى انزعاج إيران من تنظيم خليجي 25 في العراق التي تجمع العراقيين مع محيطهم العربي والخليجي، وكيف تفاعل الجمهور الخليج العربي مع إخوانهم العراقيين المعروفين بالقيم العربية الأصيلة؟ وهل هناك أيادي تسعى لإحداث قلاقل وإحداث فوضى في هذا الملتقى الرياضي الكبير الذي يمثل متنفسا رياضيا وجماهيريا للعراقيين الذين حرموا لسنين طويلة من تنظيم هكذا محافل رياضية داخل بلدهم؟ سيكون معي في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام الأستاذ مجاهد الطاي، الكاتب والباحث السياسي، ضيفي في الأستوديو. حياك الله. أهلا بك أستاذ مجاهد. وأيضا أرحب بالأستاذ محمد المدحشي المتخصص في الشأن الإيراني. أستاذ محمد مرحبا بك. حياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. وأرحب أيضا بالدكتور عبد الحفيظ المحبوب الأكاديمي والمحلل السياسي، ضيفي عبر الهاتف. دكتور مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. إذن مشاهدينا الكرام نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، تكونوا معنا. يبدو أن تسمية بطولة الخليج العربي 25 لكرة القدم الجارية حاليا في مدينة البصرة أزعجت إيران التي تحاول تعزيز هيمنتها على العراق بأي شكل كان، لا سيما في هذا الوقت الذي تسعى فيه للخروج من أزماتها السياسية والاقتصادية. اتحاد كرة القدم الإيراني قدم شكوى إلى الفيفا بسبب استخدام اسم بطولة كأس الخليج العربي، فيما استنكر وزير الرياضة الإيراني حميد رضا سجادي استخدام اسم الخليج العربي على الصفحة الرسمية لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيان إنفانتينو، مع أن الاسم رافق هذه البطولة منذ انطلاقتها عام 1970، بل وصل الأمر إلى أن أعضاء البرلمان الإيراني أدانوا استخدام عبارة الخليج العربي في البطولة وطلبوا حكومة السودان بالاعتذار، رغم أن الأخير لم يتلفظ بالعبارة أصلا. في أرض العراق، أرض الرافدين، في البصرة الفيحاء، في هذه البطولة. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن إيران تصر على إطلاق اسم الخليج الفارسي على الخليج العربي، حيث حظرت المطبوعات التي لا تستخدم هذا الاسم،
وإصرارها على تسمية الخليج بالفارسي يشير إلى عصبيتها القومية وحجم عدائها لدول المنطقة. الفوضى التي رافقت افتتاح البطولة عكست سوء التنظيم والتحضيرات، فيما ذكرت مصادر مطلعة أن عدد الذين دخلوا دون تذاكر نتيجة التدافع بلغ نحو 9000 شخص. البطولة التي بلغت تكلفتها نحو 600 مليون دولار ليس ببعيد عنها يقطن الفقراء في العشوائيات التي تفتقر إلى أبسط سبل العيش الإنساني. مع انتشار الأمراض والأوبئة فقد بلغت تكلفة نصب الجدار الذي غطى تلك العشوائيات بقرب ملعب الميناء نحو 45 مليار دينار بصفقة فساد لصالح أحد المقربين من محافظ البصرة. التقارب العربي العراقي حتى وإن كان في مجال الرياضة لا يروق لإيران التي تحاول طمس هوية العراق والبصرة ضمن سياسات إيران التوسعية على حساب دول المنطقة، إلا أن البصريين عبروا عن حبهم لمحيطهم العربي وفرحتهم به وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة في استقبال الضيوف وإكرامهم. أبدأ معك أستاذ مجاهد الطائي، إيران كيف ترى ردة فعلها على تنظيم هذه البطولة خليجي 25 وهذا التقارب العراقي مع محيطه وعمقه العربي والخليجي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم ولضيوفكم الكرام. طبعا بداية إيران يعني انزعجت هذه المرة على المستوى الرسمي، ولم يكن انزعاجا على مستوى أفراد أو من جنرالات في الحرس الثوري الإيراني، إنما تحدث وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد والمتحدث باسم الخارجية وأعضاء في البرلمان الإيراني، بمعنى أن هناك نوع من الانزعاج على مستوى النظام السياسي وليس فقط على مستوى جناح عسكري يعرف بأنه متطرف من الناحية العنصرية فلنقول. لكن هنا إيران السر وراء هذا الانزعاج أن إيران تدرك أن هناك نوع من الصراع في العراق ما بين التوجهات الوطنية العراقية القومية وما بين التوجهات ما يسمى بالولائية، فهناك نوع من الصراع الداخلي في مسار هذين التوجهين. لذلك بطولة الخليج أتت وعززت الحس الوطني. من الكثير من المحافظات العراقية ذهبت إلى البصرة، آلاف من دول الخليج أتوا إلى البصرة، فكان هناك نوع من رفع الحس القومي العربي في هذه البطولة يعني التلاقح الثقافي ما بين هذه البلدان والمحافظات العراقية التي فككتها ومزقتها الطائفية والمحاصصة وهذا الفساد المستشري والإرهاب. هذا السياق الأول. السياق الثاني، إيران عملت منذ مرحلة ما بعد 2003 إلى عزل العراق عن محيطه العربي وعمقه العربي. لذلك هذا النوع من المناسبات يعني يعزز ويبلور الكثير من الاتفاقيات وخطوات التفاوض والانفتاح على العراق. لذلك إيران تسعى من خلال البوابة العراقية إلى فك عزلتها. يعني هناك نوع من العزلة الإيرانية في مع محيطها العربي، تريد استخدام العراق وتوظفه في إعادة علاقاتها مع دول الإقليم، وتستخدم اقتصاد العراق، تستخدم أرض العراق، تستخدم الكثير من الجوانب والمجالات العراقية في وتوظفها لصالحها، حتى فيما يتعلق بالالتفاف على العقوبات الأمريكية وبيع النفط والحصول على العملة الصعبة وإلى ما هنالك. لذلك هذه البطولة لم تستفد منها إيران شيئا، إنما عززت الهوية العربية للعراق وزادت اللحمة داخليا ومع محيطه الخليجي، ولم تستفد إيران منها شيئا. لذلك بدأت بسياق هذه فلنقل الشوشرة الإعلامية من أجل عدم الوصول إلى يعني بلورة لبعض الاتفاقيات التي قد تمتد إلى اقتصاد وسياسة وتجارة مع هذه الدول التي تسعى إيران إلى عزل العراق
وجعله رئة اقتصادية تابعة لإيران وحصره بعيدا عن أشقائه العرب. لذلك هذا السياق الإيراني دائما ما تستخدمه في مجالات أخرى، لكن اليوم استخدمته من البعد الرياضي، يعني إقحام الجانب التاريخي والجغرافي في مسار رياضي. من المفترض أن يكون البعد الرياضي أداة لإصلاح ما أفسدته السياسة، ما أفسدته الخلافات العسكرية والدينية، لكن اليوم إيران تستخدم حتى هذه النافذة في محاولة إفشال الروابط ما بين العراق ودول الخليج العربي. نعم أستاذ محمد المدحشي، طوال 19 سنة وأكثر النفوذ الإيراني في العراق كبير وخاصة في البصرة، يا ترى ردة فعل النظام الإيراني على تسمية الخليج بالعربي وفيه بعد يعني عنصري واضح، يا ترى هل ترى أن في هذه البطولة الرياضية الكبيرة أو هذا المحفل الرياضي الكبير والصرح الرياضي الكبير في كأس الخليج، هل جاء مع المصلحة الإيرانية أم جاء بالضد منها؟ كما هو معلوم أن الهيمنة الإيرانية استأصلت العراق من محيطه الخليجي والعربي. يعني إذا لاحظنا خلال زيارات المسؤولين الإيرانيين إلى دمشق وخاصة لقاء وزير الخارجية الإيراني بالرئيس السوري بشار الأسد، وهو وضع خارطة المنطقة وفيها مكتوب الخليج العربي، أو تصريحات وزير الخارجية السوري الذي أكثر من مرة، وحتى بشار الأسد أكثر من مرة أكد أن الجزر الإماراتية محتلة بالنسبة للموقف الحليف، سوريا تعرف بأنها الحليف المقرب لإيران، لكنه مواقف سوريا من هذه المبادئ العربية واضحة وإيران لم تحتاج. هذا الاحتجاج الأخير على مباراة كرة قدم في البصرة يحمل في طياته أكثر من يعني موضوع توسعي أو أن إيران ترى ذيولها، أنا هكذا أصفهم في العراق، يستخدمون يعني تسميات لا تليق بطهران. الموضوع له علاقة بتراجع النفوذ الإقليمي الإيراني، يعني على سبيل المثال، لأنه مرتبط جدا ما يحصل في العراق في سوريا. نرى أن اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية تركيا، روسيا وسوريا في أبوظبي في غياب إيران، بينما إيران كانت الحاضر الأول في جميع المنصات المتعلقة في سوريا، إن كانت في أستانا أو في سوشي أو في فيينا أو في أي مكان آخر. الآن نرى أنه تم تغييب إيران من المشهد السوري بشكل كبير على الطاولة السياسية، المفاوضات الدبلوماسية، وحتى على الأرض نرى أن هناك تصفيات لعناصر الحرس الثوري داخل سوريا، والمعروف ونشر كثيرا عن ذلك أن الروس أيضا ضالعين في تصفية بعض القوات الإيرانية داخل سوريا. فنرى أن إيران الآن ترى أن الخناق يتم تضييقه على حوزات نفوذها، هذه المرة ليس فقط داخل العراق بل في البصرة التي لا تبعد إلا بضعة كيلومترات عن الحدود الإيرانية، والفيلق القدس أساساً يتخذ من البصرة مقراً له لشن عمليات داخل العراق وحتى في بعض دول الخليج العربي منه الكويت وداخل الأراضي السعودية. فترات سابقة شاهدنا قذائف سقطت على الحدود، فالآن إيران تتخذ من هذه البطولة، طبعاً هي تحمل رمزية وأيضا التسمية تحمل رمزية، والحضور العربي يحمل رمزية أكبر من رمزية رياضية، بل هناك يعني تأطير علاقات جديدة مع العملية السياسية في العراق لتقليص اعتمادها على إيران. وبالتزامن مع ذلك منذ أكثر من عام نرى أن المحاولات الخليجية، خاصة محاولات المملكة العربية السعودية لربط شبكة كهرباء العراق بالأردن، ونعلم أن الأردن بشكل شبه كامل يعتمد على الكهرباء من السعودية، أي بمعنى آخر الدول الخليج اعتمدت على ربط شبكة كهرباء العراق من خلال الأردن بشبكة كهرباء الخليج،
حتى تقلص اعتماد العراق بجانب الطاقة الكهرباء على إيران، وإيران تضغط طبعا معروف تضغط بهذا الملف على العراق بشكل كبير بسبب الفساد. نعلم أن العراق لا يزال يفتقر لقوة إنتاجية كافية من الكهرباء، والآن نرى أن تدريجيا دول الخليج بشكل خاص ودول العربية بشكل عام الآن تساعد في فك أو تقليص اعتماد العراق بشكل عام وليس فقط العملية السياسية على إيران خلال الفترات القريبة القادمة، وهذا ما أزعج إيران وبل أرعب إيران. الآن إيران مرعوبة، وعادة ما نرى كم. نعم أستاذ محمد، سنعود الاتصال بك مرة أخرى، يبدو أن الاتصال قد انقطع. بالعودة إليك أستاذ مجاهد، يعني لماذا لا يروق لإيران أن يكون هناك استثمارات عربية في العراق من أجل النهضة الاقتصادية؟ يعني معروف عن العراقيين أنهم في غضون أشهر قليلة استطاعوا بناء بنية تحتية كاملة في سنة 91، في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ربما، في حين أن 19 سنة تحت نفوذ سلطة الأحزاب ونظام المحاصصة، العراقيون أنفسهم المتظاهرون السلميون أنفسهم يقولون إن الفساد والنظام السياسي المبني على المحاصصة هو السبب في استحواذ إيران على العراق بالكامل. يا ترى هذه خليجي 25 الآن ربما تكون الباب لدخول استثمارات عربية من دول الخليج إلى العراق، هل من وجهة نظرك هذا يروق للأحزاب، والأحزاب طبعا مسلحة عندها ميليشيات وعندها مصالح وعندها منافذ حدودية لا تريد أن تخسرها، ولديها أيضا ركائز منذ 19 سنة تعمد إيران على تثبيتها؟ طبعا بطبيعة الحال إيران تنظر إلى العراق بعين وكأنه سوق تصريف، يعني لا يمكن بعد هذه العقوبات الشديدة التي تفرضها الولايات المتحدة عليها تريد منفذ لاستمرار التصدير إلى أي دولة ولديها عدد سكان كبير في العراق ودولة تعتبر استهلاكية، فيما لو أنتج العراق الغاز المصاحب، فيما لو أنتج العراق الكهرباء أو استثمر الكهرباء من دول الإقليم، فيما لو استثمر العراق في برامج الزراعة، فيما لو استثمر في الثروة السمكية، فيما لو استثمر في بناه التحتية، جميع هذه القطاعات والمصانع والسلع وجميع المنتجات حتى الأدوية حتى المجالات الطبية والصناعية، جميع هذه القطاعات تجد هناك نوع من الاستهداف الممنهج والمتعمد. يعني هناك وجدنا فيما مضى تسميم للأسماك في الأنهار، وجدنا حرق للمحاصيل الحنطة، وجدنا استهداف للأبراج الطاقة الكهربائية، الغاز المصاحب، يفقد العراق مليارات الدولارات سنويا بسبب عدم استثماره، هناك رغبة بعزل العراق اقتصاديا وخلق جو وبيئة غير آمنة للاستثمار من أجل أن تستحوذ العراق بمزيد من مجاهد القطاعات. يعني تحدث الأستاذ محمد المدحجي عن أن هناك تراجعا إيرانيا أو تراجعا إقليميا إيرانيا في المنطقة لا سيما في العراق، هل ترى هذا ممكن أن يخلق للعراق فرص جديدة وأمل جديد لدخول هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة؟ يعني بطبيعة الحال لا يوجد يعني تراجع، إنما هناك نوع من المزاحمة فلنقل، يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تنفرد مع إيران في العراق بمستوى نفوذ 50-50% فلنقل، لكن بعد التراجع الأمريكي والانكفاء عن المنطقة بدأت تذهب باتجاه أن لا تكون القائد في المكان في العراق، إنما تدفع بحلفائها العرب والإقليميين ليزاحم النفوذ الإيراني. بعد أن انسحبت عام 2011 ووجدنا أن انسحابها انفردت إيران بالعراق وتركت فراغا كبيرا واجتاح الإرهاب العراق وخلقت مشاكل كبيرة، لذلك على وجدت هذه الدول أن من الكارثة أن يترك العراق لإيران. لذلك هي تزاحم إيران هذه الدول جميعها وتعمل في برامج الانفتاح. العراق يحتاج هذا الانفتاح، لكن إيران تريد
انفتاحا عراقيا تستثمره هي كما تستثمر تستحوذ عليه قطاع الطاقة، تستثمر قطاع الزراعة، تستثمر قطاع الصناعة في إيران وترسله إلى العراق. لذلك هناك نوع من الانفتاح المشروط الذي تفرضه إيران. يعني حتى لو وجدنا على سبيل المثال المؤتمر بغداد الذي عقد في بغداد ومؤتمر بغداد 2 في عمان، هناك نوع من الرغبة الإيرانية بتحقيق مصالحها من خلال الوساطة العراقية مع الإقليم. اسمح لي أستاذ مجاهد أن أنتقل وأرحب بالدكتور عبد الحفيظ المحبوب الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور عبد الحفيظ مرحبا بك. أرحب بكم دكتور سمير وبضيوفك الكرام والمشاهدين. حياك الله دكتور. دكتور يعني خليجي 25 هذه لفتت الانتباه، لفتت انتباه العالم أجمع على هذا الاحتفال الكبير الذي تم في العراق بعد أن حرم هذا البلد من إقامة هكذا بطولات رياضية ومحافل رياضية. يا ترى العراق كما تعلمون واقع تحت الهيمنة، هيمنة سلطة الأحزاب وهي موالية لإيران. ماذا تستفيد إيران من السماح لتنظيم هذه البطولة التي جمعت العراق ببعده العربي وجمعته بإخوانه العرب دول الخليج على هذا النحو؟ وشفت ورأيتم الحفاوة التي يعني كيف استقبل البصريون ضيوفهم بمحبة وحب، ورأيتم القيم العربية الأصيلة لدى العراقيين التي لم تتغير أبدا وهذه المحبة المستمرة. كيف يعني تسمح إيران المستحوذة على ثروات العراق والتي تترك للعراقيين فقط العشوائيات ليسكنوا فيها، والتي تستحوذ على النفط العراقي وعلى المنافذ الحدودية، والتي نشرت بالأدلة من خلال القوات الأمنية في العراق بأن المخدرات انتشرت عن طريق الجانب الإيراني داخل المجتمع البصري؟ كيف لإيران أن تسمح بإقامة هكذا بطولة من وجهة نظرك؟ سؤال مهم جدا دكتور. يعني حقيقة أنا أعتقد أنه إيران تلقت صدمة تاني تالية تاني في وقت قريب جدا. الصدمة الأولى وهي القمة الخليجية العربية الصينية وكان العراق ضمن هذه القمة، ونحن نعرف ماذا دار، واستدعت إيران السفير الصيني واحتجت على أن كان البيان الختامي ينتقد أو يعني الميليشيات الموجودة في المنطقة وأيضا الجزر الإماراتية المحتلة والدعوة إلى الحوار وإلى التحكيم الدولي. أنا أعتقد يعني أيضا يعني الآن إقامة كأس الخليج 25 في البصرة التي هي ثغر العراق الباسم وجوهرة الخليج أبهرت العالم. ما هي أبهرت العالم لكنها أصابت إيران بصدمة، لأنه هاتان الصدمتان يقومان بتحجيم دورها الإقليمي، خصوصا أنها هي تود أن يكون العراق حديقة خلفية وممرا إلى سوريا وإلى البحر المتوسط. حقيقة هي لم يعني حقيقة الولايات المتحدة التي قدمت العراق هدية لإيران وحققت حلمها التاريخي أنا ما قبل الإسلام، لأن الإسلام قضى عليه في معركة القادسية قبل المعركة العربية ديقاط. يعني حقيقة بين يعني حينما ترى أن 66,000 عراقي سعودي يرفعون العالمين السعودي والعراقي، ويعني في عرس بهيج الحقيقة، فهذا الحقيقة اختيار العراق، وهو نبض كما ذكر أحد ضيوفك نبض الحس الوطني الحس العربي. فهنا العراق مرة أخرى يعود فاعلا في حضنه العربي كما هو فاعلا في حضنه الإقليمي. يعني هذا المشهد
لا توده إيران، تود أن يكون العراق تابعا لها، وكأنها هي يعني كل ما فعلته من خلال 19 عام ذهب هباء منثورا. هي هيئة العراق وكونت الحشد الشعبي والحكومات الموالية لها، كل هذا ذهب هباء منثورا. فالآن العراق يعني الحقيقة البصرة يعني إيران حولت 11 نهرا رئيسيا و 31 نهر فرعي، وكانت البصرة من كما أنت ذكرت المخدرات. أنا أركز على جانب مجاري الأنهار التي كانت تصب في شط العرب، مما وتم إيقافه مما أدى إلى رفع المد الملحي مياه شط البحر في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق. يعني الحقيقة الشعب العراقي يعني هو منزعج انزعاجا كبيرا، وهذا يمكن ضيوفك ذكروا أيضا نعم. كيف قطعت إيران الغاز عن العراق، رغم أن العراق يمتلك يعني كميات كبيرة من الغاز، لكن الاستثمارات لم تخرج هذا الغاز أو لم تنتج هذا الغاز. ولذلك الآن دول الخليج على رأس المملكة العربية السعودية هي تمد العراق بالكهرباء، هذا أزعج إيران. نحن في زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى إيران سدد المبلغ المتبقي لإيران وهو 4 مليار دولار. طيب. أبقى معي دكتور. في ظني نعم دكتور عذرا أبقى معي سوف أعود إليك مرة أخرى. أنتقل للأستاذ محمد المدحجي في سؤالي. ذكرتم أن الدور الإيراني ربما إقليميا تراجع في العراق، يعني ما هي الدلائل على ذلك في العراق تحديدا؟ يعني الدلائل كثيرة، يمكن الإشارة إلى خاصة ما يتعلق بعد تصفية قاسم سليماني، وطبعا هو رجل الإقليم الذي يحرك كان يحرك خيوط عديدة في المنطقة وبدعم وتغطية من CIA، وهذا لم يعد شيئا خفيا. التعاون بين فيلق القدس والCIA، طبعا أنا أتحدث عن CIA وليس الجيش الأمريكي، لأنه هناك تضارب في وجهات النظر بين الجيش الأمريكي وجهاز استخبارات أو المخابرات المركزية في الولايات المتحدة. وبالمناسبة كان محمد جواد ظريف وزير خارجية الإيرانية السابق في عام 2012 خلال كلمة له في جامعة طهران الحكومية قد انتقد بشدة الولايات المتحدة بالإشارة إلى إدارة أوباما، وقالها أننا تعاوننا معكم وساعدناكم في حرب أفغانستان وحرب العراق وأنتم لم تردوا الجميل علينا. طبعا أوباما بعد 3 سنوات رد الجميل على إيران بتوقيع الاتفاق النووي بعد هذا التصريح، واستمر التعاون الإيراني الأمريكي في هذا الجانب. لكنه ما أفسد ذلك هو خطط إدارة ترامب، وخاصة تصفية قاسم سليماني الذي لم تستطع إيران حتى اللحظة أن تستبدله بشخصية تستطيع أن تسد وتجبر فقدان قاسم سليماني للمشروع الإيراني في المنطقة. ونرى أن الآن تراجع كبير بسبب عدم قدرة إيران على تمويل أذرعها في المنطقة، تراجع كبير حتى في لبنان. عصابة حزب الله في لبنان الآن تعاني، عصابات الحوثي في اليمن يعانون، في سوريا أساساً روسيا والولايات المتحدة، وهنا أتحدث عن الجيش الأمريكي وليس إدارة بايدن. أستاذ محمد، هناك تعاون. المسؤولون الإيرانيون لطالما تحدثوا عن أن العراق لا يمكن التنازل عنه، وظلوا متمسكين بالعراق ويعتبرونه حديقة خلفية لإيران ومتنفساً له، متنفساً لإيران عن العقوبات التي المفروض عليها. يا ترى من وجهة نظرك هل ممكن أن يعني تتنازل إيران عن البصرة النفطية عندما تقام مثل هكذا بطولة في البصرة؟ والبعض يقول بأن إيران تعتمد في مشروعها على تكوين الحاضنة، والحاضنة كما هو معلوم لا تتكون إلا بأطر طائفية، وهذه الأطر طبعا ممولة من خلال موارد معلومة. من وجهة نظرك هل هذا الأمر ممكن الحدوث خلال المرحلة المقبلة، ونرى إيران التي عمدت على مدى 8 سنوات تريد أن تحتل البصرة وفشلت،
وبعد 19 سنة من الاستحواذ الآن على موارد البصرة ممكن أن تتخلى عنها؟ طبعا في عالم السياسة لا يوجد التخلي، كما أن ما حتى بين الشركين حينما أحد الشركاء يستطيع أن يحصل على شيء لا يتفاوض عن شيء الذي يتمكن أن يحصل عليه، والشراكة تحصل حول ملفات لا يمكن حلحلتها أو الاستحواذ عليها. فإيران طبعا لا ترغب بأن تخسر حوزات نفوذ، لكنه نفس إقامة يعني مباراة الخليج كرة القدم الخليجي 25 في البصرة هي تحمل في طياتها الكثير. يعني لماذا لم تكن بغداد مستضيفة؟ لماذا البصرة؟ لأنه هذه الاستضافة هي تحمل رسالة، وأن إيران فقدت سيطرتها وحاضنتها في العراق. يعني كان بإمكاننا أن نتحدث عن حاضنة لإيران خلال السنوات الأولى بعد احتلال العراق بعد عام 2003، لكنه بعد ما عام 2007 و2008 بسبب سوء إدارة البلاد والفساد المستشري في العراق هذه الحاضنة تراجعت، وصلت إلى هذه النقطة أن انتفاضتين كبيرتين شهدهما العراق وكانت في الجنوب في المحافظات المحسوبة على المكون الشيعي، وقدم الكثير من الشهداء المكون الشيعي ضد ذيول إيران، وبالمناسبة توصيف ذيول إيران جاء من هذه المحافظات للعملية السياسية التي محسوبة على المكون الشيعي. طبعا أنا أتحدث عن المحسوبة وهي ليست أساسا المكون الشيعي، هذه العملية عملية فاسدة، هي عملية أساسا عميلة وتعمل لأجندة خارجية ليس فقط إيران، تعمل إلى أجندة أوروبية لصالح ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، الأمم المتحدة لها دور كبير في هذه العملية السياسية ودعم هذه العملية، CIA لها دور كبير، شركة توتال لها دور كبير، شركات الدولية الكبرى. فالآن نرى أن الآن ما يحصل في العراق هو يعني نتاج استثمارات وعمل دؤوب لفترة أكثر من 5 سنوات الماضية. نرى الآن ثمار هذا العمل الدؤوب من قبل الدول العربية بشكل عام، وأيضا لا ننسى ما يحصل في سوريا مهم جدا. سوريا لها دور وثقل كبير في المنطقة بسبب مكانتها الجغرافية، والآن روسيا والولايات المتحدة تحديدا الجيش الأمريكي استطاعوا أن يفكوا العلاقات أو الحاجة السورية بإيران، وتدريجيا نرى أن الإطار أو العمل السياسي في سوريا يتجه باتجاه آخر بعيدا عن إيران، وهذا يؤثر بشكل مباشر على العراق، لأنه هذا المشروع ما يسمى بمحور المقاومة، طبعا المقاومة الزائفة، هو جزء من مشروع دولي أكبر يسمى بحزام وطريق أو طريق الحرير الجديد، يربط أفغانستان ببحر الأبيض المتوسط لصالح الصين. والآن نرى بسبب التضرر الروسي والأمريكي من هذا المشروع هناك محاولات كبيرة لتفكيك هذا المشروع وربط مشروع آخر يبعد إيران من العراق وسوريا بهدف إبعاد الصين. يعني ما يحصل في العراق الآن هو جزء من صراع دولي أكبر وصراع إقليمي أصغر خلنا نقول، وصراع بين إيران والسعودية. إن ضيقنا الحلقة نصل إلى الصراع بين إيران والسعودية في المنطقة. نعم سيد محمد، سعود إليك مرة أخرى. أستاذ مجاهد، يعني كما هو معلوم أن نسب الفقر في العراق مرتفعة بحسب وزارة التخطيط تتحدث عن نسب مرعبة، مع ذلك هناك من يتحدث من داخل العملية السياسية وخاصة من الأحزاب التي تسمي نفسها إسلامية يتحدثون عن أن ما تم صرفه على خليجي 25 الأحق به والأولى هم الفقراء العراقيون. لماذا؟ لأن الفقراء يسكنون في عشوائيات، الفقراء ليس لديهم فرص عمل، الفقراء ليس لديهم يعني حقوق إنسانية، ليس لديهم سكن، لا يوجد سكن للشباب، لا يوجد يعني أي شعور بالأمل في هذا الوطن، لذلك لا ينبغي أن تصرفوا على الاستثمارات في دولة الخليج كما صرفت قطر مثلا، صرفت 450 مليار دولار من أجل أن تجذب أو تجلب لها مردودات بالمقابل. يعني هذا المنطق وهذا الفكر
وهذه الطريقة بالحديث، هل تراها مؤهلة أن تقود وأن تحكم وأن تقوم بإدارة دولة عندما تقوم بتغطية عشوائيات البصرة بسور صرف عليه يعني مليارات الدنانير؟ نعم، طبعا بطبيعة الحال السياق الرياضي دائما يصنف بأنه سياق يصلح ما تفسده السياسة، حتى يعني قيل في ما يسمى دبلوماسية البينج بونج اللي هو الصراع ما بين المحور الاشتراكي فيما مضى والمحور الرأسمالي في عام 1970 عندما التقى لاعبين أمريكي وصيني في اليابان، وكانت بوابة لإعادة الكثير من العلاقات وزيارة الرئيس الأمريكي نيكسون إلى بكين. هذا السياق الرياضي من الممكن أن يصلح الكثير مما تفسده السياسة والعسكر، لكن في العراق الجانب الرياضي هو جانب قطعا مهم، لكن عندما يكون الجانب الترفيهي الذي يعتبر جانب لابد من تحقيقه بعد تحقيق الكثير من الخدمات، يعني من الأفضل المياه الصالحة للشرب والمستشفيات والخدمات التي توفرها الدولة والتأمين الصحي والطرق والجسور والكثير من البنى التحتية الغائبة أم ملاعب رياضية؟ يعني لو كان هناك عقل برجل دولة يفكر بمنطق مصلحة الناس لا يفكر بحدث رياضي معين، يفكر ببعد أكثر عمقا من ذلك، لكن كما تعلم هناك نوع من الإقطاعيات مسيطرة على كثير من المحافظات والمجالات. وما الذي يمنع حكومات المحاصصة التي تحتكم على مليارات الدولارات من واردات النفط أن تفتح المدارس والمستشفيات وأن تفتح مراكز الترفيه للشباب وأن تعطي من ليس له عمل يعني مصروف جيب حتى لغاية أن يجد عمل حاله وحال باقي دول الخليج؟ هل العراق يختلف عن دول الخليج بشيء يختلف؟ يعني ما شاء الله فيه موارد وفيه يعني نفط. هناك كثير من منافذ الفساد، يعني الفساد هو العائق الأساسي، لذلك الكثير من التصنيفات تؤكد على أن الفساد لا يقل خطر عن الإرهاب، وإذا أردنا تحقيق الكثير من النجاحات على مختلف القطاعات وتحقيق مصالح والناس وتقديم خدمات من قبل الدولة لابد من التغلب على الفساد ومحاربة الفساد كما حاربنا الإرهاب. بدون هذا السياق، بدون فرض القانون، بدون فرض سياسات وسياقات تمنع حصول هذا الكم الهائل من الفساد الذي يعطل حياة الناس، يعني لن نصل إلى شيء، وسيستمر التدهور وإن تحقق نوع من النجاح فيما يتعلق بتنظيم البطولة. لكن كما أشرنا إلى أن الجانب الترفيهي هو جانب مكمل، يعني مكمل يعني على سبيل المثال قطر، عندما نقارن قطر، يعني هو لا يمكن المقارنة، لكن فيما لو افترضنا جدلا أنه لا بد من المقارنة، قطر حققت لشعبها الكثير من الخدمات، وبالتالي عندما تأتي تنظيم هكذا بطولة يأتي بعد تلك النجاحات والأساسيات وألف باء الحياة. هناك 25% من الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر حسب وزارة التخطيط. السبب هو الفساد، يعني في قطر لا يوجد فساد أكيد، لكن هذا الأمر يعني بشكل أكثر وضوح نقوله، يعني الفساد هو الذي أوصل العراق إلى هذا الحال بالتأكيد، لكن هناك سياقات. لو أردنا فعلا، لو أرادت الكثير من يعني من الأحزاب أو عفوا الحكومة الجديدة التي يعني تتحدث بسياق محاربة الفساد، لو أرادت فعليا تقديم شيء لبدأت بالبنى التحتية، بالسكن، بالماء الصالح للشرب، بالطرق، بالجسور، بالتأمين الصحي، بالضمان الاجتماعي. هذه السياقات لو تحققت للمواطن البسيط ثم تحدثنا عن الجانب الترفيهي لوصلنا إلى نتائج ترضي الرأي العام. نعم دكتور عبد الحفيظ المحبوب، كيف وجد الخليجيون إخوانهم العراقيين، وكيف تصف لنا هذه الفرحة، فرحة اللقاء من بعد بعد ومن بعد يعني مسافات طويلة؟ حقيقة دكتور، يعني يعاني العراق من ارتفاع البطالة، العشوائيات،
والفساد اللي هو الأحزاب والمحاصصة. طبعا بعد 19 سنة يعني جرب حقيقة محور المانعة والمقاومة الذي جعله دولة فاشلة، يعني رغم أنه يمتلك بترول ودولة زراعية، ولم يعني أمامه سوى يعني خصوصا هو وجد أن عمقه العربي والاستراتيجي مشرع له الأبواب. يعني نحن لاحظنا أن المملكة العربية السعودية حاولت تفتح الباب للعراق من خلال التحالف المصري الأردني العراقي، ثم اشترك العراق في قمم مع بايدن مع الصين. أنا أعتقد البطولة حررت العراق، البطولة كأس الخليج 25 حرر العراق من التبعية الإيرانية، وهي فرصة وتحديد الأحزاب، وكانت فرصة حقيقة للشعب العراقي. وكما في نقاشنا السابق أن دول الخليج هي الحقيقة يعني فاتحة أبوابها، مشرعة أبوابها لاحتضان العراق الذي ظلم، ويعني عانت إيران، عانى العراق من فساد إيران وأحزاب إيران والميليشيات، فآن الأوان للعراق أن ينضم إلى عمقه العربي والاستراتيجي وأن يمارس دوره العربي والإقليمي. أنا أعتقد يعني حينما يرفع هذا العلم 66,000 يعني متابع. دكتور، الوفد الكويتي أبدى استياءه من سوء التنظيم في افتتاح بطولة خليجي 25. هذا سوء التنظيم من وجهة نظرك، هل تراه مفتعلا ربما؟ أنا أرى العالم حكم على البطولة أنها أبهرت العالم، والمملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج وجدت أن هذه البطولة كانت رائعة جدا، والجميع أشاد بهذه البطولة. عموما يعني لا توجد يعني في أي بطولة لا توجد أي بطولة خالية من العيوب، أي حتى كأس العالم في قطر أو في أي مكان في أنحاء العالم. المثاليات والكمال لله سبحانه وتعالى، لكن في مجملها الجميع بالبطولة هذه أبهرت دول الخليج وأبهرت العالم، وكانت الحقيقة البطولة يعني نحن لا يعني هناك طبعا حساسيات معينة لا نأخذ بها في الحكم على البطولات. ولذلك نجد يعني انزعاج إيران من نجاح هذه البطولة. نجد نبرة التعالي، السفير الإيراني في العراق حينما يتحدث بنبرة فيها تعالي ويقول لو تم استشارة إلى يعني نصحتم بكذا، وكأنه حاكم عسكري لإيران في العراق، وهو على غرار الحاكم العسكري في اليمن حسن أوردو الذي تم القضاء عليه، وعلى غرار قاسم سليماني. أنا لا أود أن أخوض كثيرا، لكن أنا أعتقد أن الأوان للعراق أن يندمج يعني في حضنه العربي وبشكل خاص الخليجي. أنا في ظني أن العراق تحرر بعد هذه البطولة، تحرر صحيح سيعاني من بعض الممانعات وما، لكن الاستثمارات الخليجية هو الآن يفضل. طبعا جرب إيران وأنه بعد 19 عام تحول من دولة رغم العقوبات التي كانت مفروضة على العراق، كان العراق لا يعاني مثل ما يعاني اليوم من الفشل الاقتصادي، فهو الآن يفضل دول الخليج التي تضخ استثماراتها وهي تمتلك يعني 40% من الصناديق السيادية العالمية، أكثر من 3 تريليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أكثر من 70% من ناتج العربي. فأنا في ظني أن العراق سينضم إلى حقيقة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. حقيقة إيران منزعجة من كلمة الخليج العربي، لأنه هذا سيضيف إلى عزلتها وإلى تحجيم دورها، لأنها تود أن تكون شرطة الخليج، تود أن تكون شرطة المنطقة الإقليمية. وجدت الآن هذه القمم التي تعقد في المملكة العربية السعودية، هذه البطولة التي تعقد في البصرة، في يعني في
جوهرة الخليج العربي، كان الخليج العربي يسمى بخليج البصرة. هذا كله طبعا يجعل طبيعي ان يجعل ايران يعني منزعجه، لان هي معروف حدودها الجغرافيه جبال زاجروس، والعرب هم موجودين على ضفتي الخليج العربي، ولذلك هي ايران تدرك واقعها الجغرافي وهي تطمح الى احلامها التاريخيه ما قبل الاسلام. اذا شكرا لك يا دكتور. مكن ايران شكرا جزيلا دكتور، شكرا لكم. في أقل من دقيقة أستاذ محمد المدحجي، من وجهة نظرك هل ستستمر إيران بمحاولات عزل العراق عن محيطه العربي خلال المرحلة المقبلة في ضوء المعطيات؟ نعم، إن لاحظنا المطالب الجديدة الإيرانية من الحكومة العراقية بأن تعترف بأن قاسم سليماني كان في زيارة رسمية إلى العراق حينما الجيش الأمريكي قام بتصفيته، في الواقع إيران تريد زج العراق في معمعة مع الولايات المتحدة حتى تفسد محاولات الدول العربية لاقتلاع العراق من أحضان إيران وإعطائه المزيد من الاستقلالية. هذه المحاولات ستستمر وسنشهد المزيد من التأجيج داخل العراق، وقد نشهد تصعيد عسكري معين من قبل الميليشيات الإيرانية على مراكز أمريكية أو تواجد الجيش الأمريكي، لكنها لن تفلح كما أن إيران فشلت حتى اللحظة في منع تراجع نفوذها في المنطقة وفي العراق. شكرا أستاذ محمد. أستاذ مجاهد، أخيرا، كأس الخليج العربي أو خليجي 25 ماذا بعده؟ يعني من الممكن أن يتم الاستفادة من هذا السياق عراقيا من أجل خطوات الانفتاح، يعني يكون نافذة أساسية لبلورة الكثير من المصالح العراقية الخليجية بالدرجة الأساس، لكن يتوقف هذا على الكثير من العراقيل الإيرانية وتجاوب الحكومة العراقية وبعض الأطراف السياسية داخل العراق. لو كان تجاوبا إيجابيا فسنحصل على الكثير من نتقدم في سياق العلاقات مع دول الخليج، أما إذا كان هناك نوع من الاعتراض على تلك السياقات فلا أعتقد أنه مجرد سيكون حدث عابر ويمر. ماذا عن العشوائيات في البصرة؟ كيف ينظر الشعب العراقي أو شعب البصرة تحديدا لما يدور حوله؟ عمليات فساد مستمرة، إثراء للسياسيين ولأغنياء السياسة، وإفقار للطبقة الشعبية على هذا النحو. يحبون العراق، يحبون ضيوفهم، ولكنهم فقراء. كيف تنظر أو تشعر بشعورهم وهم في العشوائيات ما خلف الأسوار التي وضعوها الحكومة؟ طبعا هذا السياق هو يعني سياق موجود وربما يتنامى في مستقبلا، لكن ماذا بعده؟ هناك الكثير من المؤشرات تحاول الحكومة التقليل من سياق الاحتقان الشعبي من خلال الوظائف. يعني هناك الكثير تطرح الكثير من الوظائف التي يعني للكثير من القطاعات، خاصة قطاع التعليم والصحة إلى آخره، لمحاولة التقليل من هذا الاحتقان الموجود في البصرة وغير البصرة. لذلك لكن هذه العلاجات هي معالجات وقتية وحلول ترقيعية لن تستمر طويلا، فيما لو استمر هذا الفساد. سيأتي السوداني بجديد؟ لا أعتقد أن هناك الكثير ليقدمه، لأن يعني رئيس الوزراء عندما يكون يعني رئيس وزراء ضعيف غير مسنود بكتلة برلمانية كبيرة لا يكون بيده الكثير ليقدمه سوى الوعود، وهذه الوعود وجدناها في حكومة الكاظمي وحكومة عبد المهدي وهذه الحكومة الجديدة. لكن الفشل إن استمر بنفس السياق فأعتقد أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيداً وأكثر يعني حدية في التعامل مع الحكومة العراقية. شكرا لضيفي في الاستوديو مجاهد الطائي، الكاتب والباحث السياسي. شكرا أستاذ مجاهد. حياكم الله. ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد المدحجي المتخصص بالشأن الإيراني، شكرا جزيلا. ونشكرك أيضا دكتور عبد الحفيظ المحبوب الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا دكتور. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.